مشاهدينا في كل مكان، اهلا ومرحبا مرة اخرى بكل مشاهدي شاشة قناة الشروق داخل وخارج السودان في هذه التغطية الخاصة عن الفيضانات واعلان السودان او منطقة السودان منطقة كوارث طبيعية واعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 اشهر. وين ما كنتم تتابعون وتشاهدونا نحاول ان نغطي في هذه التغطية كل ما يهم المواطن السوداني من افكار ورؤى ومساعدات وكل الاشياء الايجابية اللي بتساعد المتأثرين بالفيضانات، تحديدا اللي فقدوا من منازلهم، اللي بتساعدهم لانهم هم انهضوا من جديد. كلنا يد واحده من اجل السودان، من اجل سودان جديد، لانه يمكن الفتره دي فتره عصيبه وفتره صعبه جدا على السودان. اذا انت ما تاثرت بالفيضانات جارك بيكون تاثر وبالتالي بياثر عليك نفسيا، لانه بتكون شايل هم الجار. عدد من المنازل دمرت وعدد من الارواح ايضا فقدناها، لهم الرحمه والمغفره، وكثير من الاسر شردت في الشوارع ومراكز اللجوء. كان الله في عوننا، وان شاء الله نحاول من خلال هذه التغطيه الخاصه ان 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 نستطيع ان نقدم للمواطن ما يهمه من افكار ورؤى كما ذكرت ايجابيه مختلفه تساعد في نهضه البلاد. نعم، تحيه اكيد المحبه وتحيه السلام وتحيه الامن والاستقرار على كل الناس اللي بتشاهدنا، وزي ما ذكرنا وذكرت لينا اكيد التغطيه الخاصه والمساحه مستمره ان شاء الله لحد الساعه 5 عبر استضافه عدد من المختصين واهل المبادرات والمنظمات الخيريه اللي عملها والدور بتاعها كبير جدا ومعولين عليها تعويل كبير جدا خلال الايام الجايه، وان شاء الله عدد من المراسلين حيكونوا معانا من عدد من المدن والولايات المختلفة في السودان. بنسعد جدا لينا وكل المشاهدين أنه يكون معنا الأستاذ والدكتور محمد عبد العزيز محمد، ممثل المؤسسة العربية الأوروبية في السودان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مرحبا بك دكتور محمد عبد العزيز. مرحبا بك أستاذ منذر، ومرحبا بالأستاذة لينا، ومرحبا بقناة الشروق، هذه القناة الفتية التي ولدت بأسنانها ولها إسهامات مقدرة في العديد من القضايا الوطنية الملحة. دكتور، بنتكلم عن مؤسسة، ما مؤسسة على النطاق المحلي ولا الإقليمي فقط، وإنما الأوروبية، يعني مؤسسة عربية أوروبية في السودان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حدثنا أو عرفنا عن هذه المؤسسة وأهدافها اللي بتسعى لتحقيقها. حقيقة المؤسسة العربية الأوروبية هي مؤسسة طوعية خدمية تم تأسيسها في عام 2006، وتم التأسيس بواسطة عدد من أبناء الجاليات العربية المقيمين في بريطانيا منذ سنين عديدة، وأسست المنظمة أصلا من أجل تحقيق أهداف سامية ونبيلة تتعلق بالجاليات العربية الموجودة في أوروبا، قضايا المهاجرين وقضايا التعليم وقضايا الأسر المقيمة في بريطانيا. والمؤسسة حقيقة يعني عندها العديد من الأهداف اللي هي بترتبط ارتباط وثيق بالقضايا والهموم الجاليات العربية والشعب العربي بشكل عام، سيما الجانب المرتبط بتنمية الإنسان والجوانب المرتبطة بالتنمية البشرية في مجال التعليم، وعندها شراكات استراتيجية يعني مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في بريطانيا، سيما مؤسسة وأكاديمية وينصر للتدريب والتأهيل. وكذلك من ضمن البرامج أو الأهداف التي تعمل فيها كما أسلفت إن تطوير العلاقات العربية الأوروبية على المستوى الشعبي في عدد من المجالات، في المجالات الاقتصادية والمجالات الثقافية والمجالات الاجتماعية. ولدينا العديد من البرامج ولدينا العديد من المبادرات الإيجابية. كانت المؤسسة يعني نفذت عدد من حملات الإغاثة في عدد من الدول بما فيها فلسطين بشكل عام، خاصة أنه القضية الفلسطينية هي قضية جامعة بالنسبة للأمة العربية بشكل عام، قضية عربية. فيعني قامت بعدد من الحملات الإغاثية لفلسطين في عدد من الفترات الزمنية مختلفة،
والآن هي متبنية مشروع قومي بما يسمى المشروع البريطاني لترغيب وتطوير اللغة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة أن اللغة الإنجليزية هي أضحت اللغة الأم، وهي لغة العلم ولغة البزنس ولغة المعرفة، وهنالك حوجة حقيقية وقاب يعني موجود في إطار اللغة الإنجليزية. نحن نزعى وفق رؤية علمية حديثة في تطوير هذه وترقية القدرات الذاتية للمجتمع العربي بشكل عام. والبرنامج كان من المفترض أنه يبدأ في شهر 4 الفات، لكن يعني بالنسبة لظروف جائحة الكورونا تم تأجيله، وإن شاء الله نحن الآن بصدد التخطيط على أن ينطلق البرنامج خلال إطلالة يناير 2021 إن شاء الله. نستشعر خيرا بالعام الجديد على بركة الله. يعني خاصة أنه يعني 2020 كان عام مليء بالأحزان وبالآلام والكوارث. يعني الحمد لله. نعم. دكتور محمد عبد العزيز، حنيجي نتكلم عن كل الحاجات دي بالتفصيل ونشرحها أكيد للمشاهد الكريم، لكن دارين نتكلم في البداية عن دور المؤسسة العربية الأوروبية في درء الكوارث والفيضانات بالتحديد والسيول في السودان في الراهن. يعني نعم، حقيقة منذ بدء الكوارث التي ترتبط بالفيضانات في السودان، قامت المؤسسة عن طريق المكتب الرئيسي في مدينة بيرمنغهام في بريطانيا بالاتصال بالعديد من المنظمات والجمعيات الطوعية في بريطانيا على وجه التحديد وفي عدد من الدول الأوروبية، ووجدت استجابة وخاصة من جانب المؤسسة الإغاثة الأوروبية التي تعتبر واحدة من أزرع المؤسسة العربية الأوروبية. وبحمد الله كان في تجاوب حتى من أبناء الجالية السودانية الموجودين في بريطانيا وتحديدا في مدينة بيرمنغهام، خاصة أنه بيرمنغهام هي بتعتبر واحدة من أكبر المدن على مستوى أوروبا بعد العواصم الأوروبية، وهنالك جالية كبيرة، والآن الأمور تجري على قدم وساق على تجهيز دعم وإقاثة، وسيكون هنالك خلال الأسبوع القادم بإذن الله بداية لإطلاق جسر جوي بين الخرطوم والمؤسسة، نقول من الخرطوم والمؤسسة عموما. نعم. طيب دكتور، شكل التدخل يعني لنتيجة الفيضان والكوارث، شكل الجسر الجوي يعني الإغاثة شكلها شنو أو نوع، يا ريت يعني نعرف نوضح للمشاهد، لأنه كلنا عارفين يعني ما يعانيه المواطن الآن. نعم. جراء السيول والفيضان. والله يعني إحنا الآن بدينا في حملة يمكن خاصة بالمأوى، وحتكون في خيام إن شاء الله، يعني حتكون في بعض المواد الغذائية بالإضافة للأدوية، سيما الأدوية بتحت الملاريات والأشياء دي، فحتكون هي مكسد يعني من الإعانة والإقاصة. هتسلم مباشرة للمواطن ولا هتكون في يعني دعم لكم بالنسبة لكم من الحكومة لتسهيل الإجراءات ودخول الإغاثة؟ يعني هل خاطبتم الجهات المعنية والحكومة؟ نحن بدأنا في مخاطبة الجهات الرسمية. في تعاون، يعني لقيت انه في منهم تعاون كبير. والله يعني احنا الى الان يعني ما ادري، يكون في شكل تعقيدات، في شكل تعقيدات على اساس انه الامور تصير بصوره سموث، لكن بدينا اتصالات، ويمكن يعني يوم الاحد ان شاء الله عندنا مقابلات مع بعض المسؤولين في اللجنه الخاصه بالفيضانات على اساس انه ننسق معهم حول كيفيه توزيع الاعانات والاقاصات التي تاتي من من خارج السودان. نعم. كمان دكتور محمد عبد العزيز، خلينا نتكلم عن المشاريع الاخرى اللي تم تنفيذها يعني في الدول المختلفه من قبل المؤسسه. نعم. المؤسسه العربيه الاوروبيه قامت بعدد من تنظيم عدد من السيمينارات وورش العمل. نعم. وكان في ملتقى الاعمال الجزائري الاوروبي، كان في العاصمه الجزائريه، وده كان مؤتمر خاص بترغية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والدول الأوروبية بشكل عام، وكان برنامج ناجح جدا جدا، وشاركوا فيه عدد كبير جدا من رجال الأعمال والمختصين في الجانب الاقتصادي، وبدأت فيه مشاريع حقيقية استثمارية في دولة الجزائر. نحن الآن في السودان يعني زي ما قلت لك، كان عندنا الانطلاق تحت البرنامج البريطاني المرتبط باللغة الإنجليزية، ولكن جائحة الكورونا الآن بصدد أنه ننظم مؤتمر
خاص باقتصادي بين السودان وأوروبا بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص، والآن بتجري الترتيبات والإعداد للمؤتمر دي وتجهيزاته وكذا، وإن شاء الله حيعلن عن تاريخ انعقاده، وإن شاء الله حيكون في الخرطوم هنا بإذن الله تعالى. يعني نقدر نقول إنه هل في مشروعات في السودان من قبل المؤسسة حتى الآن، ولا مشروع البرنامج البريطاني هو أول مشروع يعني بصدد التنفيذ في السودان؟ فعلا لم يسبق للمؤسسة أن قامت بتنفيذ أي برامج هنا في السودان. نعم. وفي الفترة الماضية لبعض الظروف الخاصة بعمل المؤسسة والتزاماتها في عدد من القضايا والمشروعات، ولكن نحن يعني يمكن خلال الثلاث سنوات القادمة تركيزنا في فوكس كبير جدا على السودان، بحيث إنه السودان يعني محتاج لعد دعم كبير جدا، وفي فرص في المجال الاقتصادي بالتحديد، في نعم. إمكانيات لأنه يكون في تعاون كبير جدا. نعم. وحتى المشروع الخاص باللغة الإنجليزية نحن بديناه، والسودان حيكون نموذج للبرنامج. جميل. كضربة بداية. جميل. والمحطة بعدها إن شاء الله عندنا برنامج برضو حيكون في دولة قطر الشقيقة. جميل. في شراكات مع مؤسسات أو منظمات داخل السودان؟ الآن المؤسسة عملت يعني زي مذكرة بتاع التفاهم مع منظمة نبض التواصل للتطوير المعرفي. نعم. وهي منظمة متخصصة في مجال التعليم، وميل يعني هم مركزين على التعليم في المناطق التي تأثرت بالحروب وأطراف المدن والريف، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. نعم. في ظل هذه الكارثة الخاصة بالفيضانات والدمار الشامل الذي حدث في المناطق دي، لكن إن شاء الله عندنا معهم برامج، وبرامج طموحة جدا. نحن إن شاء الله بنقوم بتنفيذها في الفترة القادمة. بالنسبة للدعم، دعم المؤسسة. نعم. هل هو دعم ذاتي من قبل شركاء المؤسسة نفسهم وأفرادها، ولا كيف بيتم دعم المؤسسة لأن هي تقدر أو تستطيع أن تقدم مشروعات مثل البرنامج البريطاني أو حتى مثل الجسر الجوي اللي هيكون قريبا ما بين المؤسسة والسودان؟ المؤسسة حقيقة هي عندها يعني ممبرز من زي ما قلت لك من جاليات عربية وأوروبية في مختلف الدول الأوروبية، وفي زي نظام اشتراكات شهرية بيساهموا بها الأعضاء في لتسيير عمل المنظمة ومشاريعها، وعندها ارتباط كذلك بالحكومة البريطانية، ويمكن في بعض المنظمات برضو الكبيرة في بريطانيا عندها علاقة معها. نعم. وتقدم لها مشاريع وجاهزة وكذا وبناية، وبعد ذلك هي بتتلقى الدعم منها، يعني سواء كان دعم مادي أو دعم لوجستي من عدد من المنظمات. نعم. طيب، وضع المؤسسة العربية الأوروبية في السودان بصراحة، هل في معوقات لسير العمل؟ في مشاكل بتواجهكم ولا الأمور ماشية كويس؟ والله يعني السودان المشكلة فيه الكبيرة اللي بتعوق العمل هي العملية تحت البيروقراطية. نعم. حتى في التواصل مع المسؤولين، حتى في كيفية إكمال أو استكمال الإجراءات الخاصة بأي. نعم. عمل بتكون في معوقات، يعني عامل الزمن والتنفيذ السريع وبقيف حجر عصرك كبير جدا. نعم. جدا بطء يعني في بطء في بشكل عام في الإجراءات وفي التعامل. يمكن يكون يعني يمكن خلينا نبرر شوية. نعم. إنه الظروف وغيرها سبب يعني. الوضع طبعا في السودان بشكل عام هو يعني مؤثر بشكل كبير جدا، لكن نحن بنعول انه يعني الامور يعني ينصلح الحال في الفتره القادمه. نعم. ونقدر يعني ننجز حاجه ونقدم حاجه لبلدنا يعني. نعم. طالما الخطه موضوعه وامامكم على ورق وجاري تنفيذ، اكيد احنا بنامل انها هي يعني ترى النور في القريب العاجل. بالنسبه انا هرجع مره ثانيه لبرنامج الخاص بالمؤسسه والبرنامج التعليم البريطاني. نعم. يعني هل يعني دارين نوضح صوره اكبر للمشاهد، هل هيتم اضافه منهج مثلا في لوزاره التربيه والتعليم، او هيكون في شكل كورسات خاصه بتعلم اللغه الانجليزيه زي ما ذكرت باعتبارها هي لغه اساسيه ولغه أو. حقيقه نحن قمنا بتاسيس منهج متخصص خاص باللغة الإنجليزية،
المنهج هو فيه 3 محاور أساسية. المحور الأول هو تأهيل أساتذة اللغة الإنجليزية من خلال تطوير قدراتهم الذاتية لتدريس المنهج وفق التقنيات الحديثة المستخدمة في الوسائل التعليمية الحديثة. عندنا مرحلة بتاعت إنه برامج تدريبية خاصة بالـ ESP English for Special Purposes اللي هي دورات تدريبية متخصصة بالنسبة للمجالات والتخصصات المختلفة سواء كان قطاع إعلاميين أو قطاع قانونيين أو قطاع مهندسين أطباء. في برامج مصممة كذلك من قبل أكاديمية وينصر اللي هو الشريك الحقيقي للمؤسسة العربية الأوروبية في البرنامج ده. عندنا نظام بتاع الدورات التدريبية نحن الآن بصدد أنه نطرح لوزارة التربية والتعليم على أساس أنه نعمل فصول بتاع التغوية في المدارس الخاصة والمدارس الحكومية للمناهج بتاعت اللغة الإنجليزية. نعم. وكان من المفترض أنه يعني يكون في ترتيب للمسألة دي، لكن زي ما ذكرت أنه الظروف في السودان الآن يعني كثير يعني الظروف هي يعني قاسية حاليا، والسلم التعليمي نفسه يا منذر فيه حصل فيه بتر كبير جدا بسبب أنه الفيضان أثر على عدد من المناطق وأثر على نسبة كبيرة جدا من المدارس اللي غمرتها المياه. هل في رؤية تسبق رؤية الخطة التعليمية للبرنامج البريطاني بأنه يكون في إعادة تأهيل لبعض المدارس؟ هل في فكرة زي ده بأنكم تساعدوا بنهضة السلم التعليمي من جديد؟ والله يعني الخراب طبعا زي ما حصل في الفترة الأخيرة دي خراب ضخم جدا جدا، ونحن الآن بصدد أنه يعني نعمل توثيق لحجم الخراب الذي حدث ودمر وكذا. ف بنتواصل مع رئاسة المؤسسة في بريطانيا في برمنغهام على أساس أنه يتبنوا عدد من المشروعات الخاصة بإعادة تأهيل المدارس والمؤسسات التعليمية التي انهارت بجراء هذه الفيضانات. نعم. وإن شاء الله يعني نقدر نقدم حاجة بإذن الله. إن شاء الله. دكتور محمد عبد العزيز، يعني بعد قراءتكم للوضع الراهن الآن في السودان في ظل الفيضانات والسيول، يعني هل من خلال المؤسسة العربية الأوروبية تمت مناشدة بعض المؤسسات الأوروبية علشان برضه تقدم الدعم للمتضررين من الفيضانات في السودان؟ نعم، بدت عدد من الاتصالات زي ما ذكرت مع بالتنسيق مع مؤسسة الإغاثة الأوروبية. نعم. وهي جزء من كيان المؤسسة العربية الأوروبية. نعم. ويعني بحمد الله إنه في وعود يعني كثيرة من عدد من المنظمات، وأنا بتوقع إنه الأسبوع الجاي إن شاء الله تبدأ عملية بتاعت الجسر الجوي إن شاء الله من أوروبا على الخرطوم بإذن الله تعالى. إن شاء الله. دكتور محمد عبد العزيز محمد، ممثل المؤسسة العربية الأوروبية في السودان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شكرا جميلا على هذه المساحة. شكرا. ونحن الإعلام هيكون معاكم، متابع معاكم يعني خطوات هذه المؤسسة باعتبار أن دورها مهم جدا في النهضة القادمة. إن شاء الله هكون معكم خطوة بخطوة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك. شكرا للأستاذ لينا، وشكرا للأستاذ منذر على هذه الاستضافة الطيبة، ونسأل الله أن يوفقنا نقدر نقدم حاجة لبلدنا ولأهلنا في ظل هذه الآلام وهذه الأحزان المستدامة، ونسأل الله أن يعيننا على ما فيه الخير. نعم. وأنا من هنا بناشد أنه يعني هذه القناة الفتية الأبية التي ولدت بأسنانها بأن تكون معنا شريك إعلامي استراتيجي في البرنامج البريطاني لترغية وتطوير اللغة الإنجليزية. إن شاء الله. لأنه حيكون برنامج نموذجي، والسودان حيكون يعني هو تربة والسودان محتاج للبرنامج. نعم. أكيد. نعم. أكيد. نعم. وأكيد الشروق يا دكتور هي حاضرة في كل المحافل اللي ممكن تخدم الوطن وتخدم المواطن السوداني. أكيد. شكرا جزيلا.